تحياتي لكم مشاهدينا الكرام، واهلا بيكم في حلقه جديده من ستات دوت كوم. الحقيقه واحنا قاعدين في فريق الاعداد ومع استاذ جمال عبد العظيم والاستاذ حمدي مدير البرامج، فكرنا هو صح وجمال بيتقدم ايه للمشاهد؟ بيتقدم ايجابيات. الحقيقه احنا الفتره دي يعني واخدين قرار مع نفسنا احنا وكل اسره القناه اننا نقدم كل ما هو جديد ومفيد للاسره المصريه والعربيه. الحقيقه النهارده حلقتنا جديده من نوعها، اكيد متداوله في كتير من الاوساط الاعلاميه، لكن النهارده في وجهه نظري الحلقه وضيفه الحلقه ليهم طابع خاص، يمكن لان ده سبق جديد في قناه الصحه والجمال، او ده اللي بتقدر فعلا تقدمه ممكن. لكن عايزه اقول ان النهارده الحلقه مش بس بتخص ستات دوت كوم، لا طبعا، الحلقه النهارده بتتكلم عن العلاقات الاسريه. مفيش اعظم ولا اكبر ولا انجح من العلاقات الناجحه. العلاقات الناجحه دايما بتكون بين الرجل والمراه. عشان نكون علاقه ناجحه بين الرجل والمراه لازم يكون في كيفيه للتعامل او التعاون مع بعضهم البعض، لان بالطبع وبالتاكيد ان الاسره هي نواه المجتمع. اي اسره بتتبني على رجل وامراه، مش لان بس يعني الرجل هو عمود البيت، ولا ان الست هي ام مدرسه فاذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاخلاقي، لا، لان الرحمه والموده اللي موجوده بين الانسانيه المصريه والانسانيه بشكل عام بيتوجب علينا احنا اننا نقف ونفكر. انا كبنت مقبلة على الزواج، ازاي اختار شريكي صح؟ شريك حياتي ازاي اختاره صح؟ انا كرجل او كشاب مقبل على الزواج ازاي اختار صح؟ طب لو عندي علاقة يعني فاشلة، امتى اعمل لها ستوب وامتى اكمل، امتى ابدأ وامتى اروح؟ اسئلة كتيرة جدا جدا بتدور في كل الاذهان. للأسف عندنا نسبة كبيرة من الانحدار في العلاقات. علاقات بالطبع بتبتدي غلط، علاقات بالطبع بتكمل في الغلط، وفي علاقات بتنجح ولكن بتكون محتاجة لمرشد يقدر ان هو يرشدها علشان تكمل الطريق صح. الحقيقة قناة الصحة والجمال ليها كل الفضل الحقيقة واشيد بده ان هي قدرت انها تسلط الضوء على اهم الموضوعات اللي ممكن نتناولها على الساحة الاعلامية في الفترة دي، مش لان مصر في تحديات خارجية وداخلية، الا انه كمان واجبنا كاعلاميين وواجب قناة الصحة والجمال إنها تكون هي الدرع والسند لكل المشاهد أو كل المتابعين اللي هم بالفعل بيتابعونا، وبيكون لينا الحقيقة السبق إننا نقدر نقدم لحضراتكم كل ما هو جديد وجديد. مش عايزة أطول على حضراتكم، ولكن عايزة أقول إن الحلقة النهاردة بإذن الله هتكون حلقة شيقة جدا جدا، شيقة لأنها بتهم كل بيت، بتهم كل أسرة مصرية، بتهم كل بيت عربي. أكيد إحنا مجتمع شرقي، فبالتالي أي دولة عربية يعني كل العادات والتقاليد بتتفق مع عاداتنا وتقاليدنا، لأن مفيش اختلاف بيننا كشرقيين. لذلك اللي بيتابعني من بره مصر هيكون مهم جدا إن هو يركز على الحلقة النهاردة، لأن الحقيقة معايا قيمة إعلامية كبيرة، معايا يعني نبغة إعلامية أيضا، لأنها بتقدر تتحدث بشكل إعلامي ناجح كما لو كانت مذيعة تلفزيونية، مش لأنها دكتورة أيضا. كمان عندها كم معلومات أو ذخيرة معلومات، الحقيقة قبل الهوا كنت بتناقش معاها ولقيت إن هي بالفعل مدركة أو يعني ملهمة بتفاصيل كتيرة جدا في الحياة الاجتماعية بالنسبة للرجل والمرأة. فبالتالي يعني لينا كل التقدير إننا نقول لكل رجل ولكل امرأة إحنا موجودين معاكم النهاردة في حلقة زي ديت علشان نوجه حضراتكم للطريق الصح، اللي محتاج نصيحة أسرية، اللي محتاج نصيحة عشان يبتدي طريقه صح في حياته المقبلة، فبالتالي هيتابع معنا الحلقة النهاردة. اسمحوا لي أرحب بضيفتي الكريمة والجليلة الدكتورة غادة مظلوم، الكاتبة واستشاري العلاقات الأسرية وخبير التربوي. برحب بك دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. زي ما ذكرت في المقدمة أن يعني أي علاقة ناجحة بين رجل وامرأة لابد انها تكون مبنيه على توافق، مبنيه على اسس علميه سليمه، وقبل كل ده طبعا الموده والرحمه بيننا. زي يعني خليني ابدا سؤال، لان ده اكيد اكيد كل شاب وشابه يعني مقبلين على حياه جديده محتاجين يفكروا، هو انا جاي لي عريس يخطبني او انا جاي عايز اخطب عروسه، ايه هي المعايير
انا ممكن اقيس بيها الرجل اللي قدامي، وايه المعايير اللي اقدر اقيس بيها الزوجه او اللي انا هقبل عليها على الجواز فيما بعد. ده سؤال يخص الناس المقبله على الزواج، لكن بشكل عام طبعا يعني بقيه فن العلاقات بقى بشكل عام ده هنتكلم فيه باستفاضه اكتر. اتفضلي. طيب خلينا نقول ان المعايير، في معايير ممكن تكون ثابته. أوكي. يعني احنا مثلا لو قلنا للبنت ان لازم اللي يجي لك يكون عنده قدره على العمل ورغبه في العمل، وفي نفس الوقت يكون عنده امانه. صحيح. فده انت بتدرسي سلوكه وشخصيته. يعني فتره الخطوبه دي انا ما نعتبرهاش خالص ان احنا بنجهز وبنجيب النيش وبنجيب ادوات البيت والكلام ده، لا، فتره الخطوبه دي فتره اختبار. اختبار لمشاعرنا، اختبار لشخصياتنا، لمدى التوافق اللي بيننا، للشخصيه اللي قدامي. طيب دي اساسي ان هو يبقى حد عنده قدره على العمل، يعني مش اهله مساعدينه ومجوزينه وجايبين له كل حاجه ونيجي بعد كده نقول ده انسان مش مسؤول. اوكي. ده بيحصل كتير، وبتبقى نسبه الطلاق بعد كده كبيره جدا، رغم ان هم بالفعل اتجوزوا، يعني اتجوزوا يعني ما عندهمش اضطرابات ماديه ولا ظروف شباب ولا كلام من ده، البيت اتوجد، لكن هم اللي ما فيش بينهم توافق. نيجي بعد كده بقى التوافق الشخصي. التوافق الشخصي كل واحد مننا ليه صفات، يعني ليه صفات شخصيه. انت لما بتختاري واحده صاحبتك ممكن يكون في بنات كتير جدا كويسين، لكن انا في واحده فيهم هوى نفسي بيملها، صفاتها بتعجبني بتريحني، فهي دي اللي في بيني وبينها توافق. فمن هنا ان انا لازم اختار الشخص المناسب ليا، والشاب برضو يختار البنت المناسبه لي عن طريق التوافق في الصفات بتاعتهم. تحصل مشكله كبيره بقى بقابلها كتير، ان هم اصلا مش عارفين يختاروا، يعني في منهم بيبقى مش عارف نفسه. يعني يجي الشاب مثلا يقول انا عايز ارتبط. طيب عايز ترتبط ليه؟ يعني اكيد في اهداف، اللي انت عاوزها في اغراض، مواصفاتها ايه بالظبط؟ اول حاجه يقول لك بنت حلال كده. اوكي اتس اوكي. يعني ايه بنت حلال كده؟ هي مثلا تقول لك والله انا عايزه واحد ملتزم، والله انا عايزه واحد يكون شاريني ابن ناس. يعني كل ده مواصفات عايمه شويه اوليه بالظبط. فخلينا نقول ان المواصفات دي ما يعني مش هي اللي على اساسها الاختيار. على اساسها الاختيار ان انا افهم نفسي اولا، انا صفاتي ايه والصفات المناسبه ليا ايه. زي ما قلت لك كده، وانت بتختاري واحده صاحبتك، يعني وانت في شغلك بتقابلي بنات كتير، لكن هي دي من وسطهم هي اللي صاحبتي. صحيح. اوكي. فعشان انا امن لها لازم ابقى عارفه صفاتي انا، عشان يبقى في حاجه مشتركه بيننا، زي ما بيقولوا كده يبقى في كيمياء مشتركه. بالظبط. فخليني الاول اوضح للبنات وللشباب ازاي اعرف نفسي. لازم قبل ما اعرف اللي قدامي. مهم جدا فعلا. اعرف نفسي انا الاول، اكتشف نفسي بالظبط. انا بحب ايه وما بحبش ايه. يعني الشاب اللي بيقول انا والله عايز واحده بنت حلال. اوكي. اتسوت يعني بعد كده بالظبط. ايه هي اول حاجه اعرف بيها نفسي؟ القرايه. ودي الحقيقه يعني حاجه مهمله شويه في الجيل الجديد. طيب. لكن القرايه بتخليني اعرف نفسي انا بحب اقرا في ايه. لو مسكت روايه وقريتها اكيد هلاقي في شخصيات الروايه حد فيه شبه مني. صحيح. وحد تاني فيه شبه من جاري او قريبي او صاحبتي او كده، او لفت انتباهي مثلا شخصيه جوه الروايه لفتت انتباهي وقفت عندها. والشخصيات اللي جوه الروايه في منهم صفات مختلفه، الصفات المختلفه دي هتعرفني زي بالظبط صاحبتي وجارتي وزميلتي في الشغل. مقارنة الصفات يعني اللي انا بحبها وايه الصفات اللي انا ما بحبهاش. انا كده هحط ايدي على الصفات اللي انا بحبها والصفات اللي انا ما بحبهاش. تمام. اوكي. بعد ما اعرف الصفات اللي انا بحبها اقول ايه، ابتدي احدد مع نفسي، اكتب كده 6 صفات او 7. الصفات دي انا عايزاها تكون موجوده في شريك حياتي. طيب لو جالي واحد فيه مثلا 4 من 7 اعمل ايه؟ والله ما فيش مشكله ان انا اخد 4 من 7، بس في الحاله دي الثلاثه اللي مش موجودين اقبلهم. ما ادخلش بقى بمنطق ايه اصل انا هغيره، اصل انا هغير الصفه دي، او هغير دي معناها عدم قبول. اسمحي لي بقى يا دكتوره، يعني على محمل كلمه حضرتك دي، هل بالفعل الانس يعني الطبع بيغلب التطبع، ولا الانسان اللي فيه طبع لا يمكن هيتغير؟ يعني لا هي تقدر تغيره او هو يقدر يغيرها مهما حدث. انت مع المقوله دي ولا ايه؟ انا
يعني شايفه ان انا مع المقوله دي، بس مش هي اللي هتقدر تغيره ولا هو اللي يقدر يغيرها، كل واحد يقدر يغير نفسه. يعني التغيير من الذات نفسه، من انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. لكن قصه ان انا هغيره او هو هيغيرني، لا. هو على فكره حتى بتحصل كتير في الشباب، بيجي للبنت والله يلاقيها مثلا بتشتغل، انا مش عايزك تشتغلي، يلاقيها بتلبس لبس معين، انا عايزك تغيري لبسك لستايل تاني، اوكي. ويبتدي يغير يغير يغير. لو البنت يعني طوعت في كل حاجه، ما بتبقاش هي نفسها اللي هو اعجب بيها اساسا وجالها، ولا هي نفسها اللي كانت، وبيبتدي هو يبص تاني لواحده تانيه. يعني حضرتك تقصدي بمعنى كلامك ان هي لما بتقول حاضر 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 في التغييرات اللي هو بيقولها او بيطلبها، ده بيقلل من 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 من, من شخصيتها قدامه هو، فبيكتشف ان هي واحده تانيه؟ لو حاضر في كل حاجه، اوكي. ما هو انا ما ينفعش ابقى مسخ، ما ينفعش اتحول لواحده تانية. صحيح. لكن انا لو هو قال لي على حاجه ولقيت ان الحاجه دي مقنعه، صح، يعني مقنعه مقنعه وهتضيف لي، هتكون احسن. أوكي. بالنسبه لي ايه المانع ان انا اقول حاضر؟ هو مش عنده خلاص، يبقى كده هي اتغيرت علشانه هو، لا علشان هو اقنعها، عشان اقتنعت بالصح. صح كده، تمام، اوكي. ولقيت نفسها، يعني ممكن انت تلفتي نظري لحاجه، صحيح، الحاجه دي ما كنتش واخده بالي منها، بس انت لما قلت لي لقيتها كويسه، صحيح، فاقتنعت ونفذتها. ايه المشكله؟ صحيح يا دكتور. طيب يعني في حاجه يعني مهمه جدا بتتقال، في ناس كتير بتخرج من تجربه الخطوبه بتكتشف نفسها ان هي للاسف ما قدرتش تقيس العلاقه اللي بينها وبين خطيبها، والعكس صحيح. انا خطبت بنت معينه وللاسف لما اتجوزت حسيت ان انا، لا انا ما عرفتهاش طول فتره الخطوبه. ليه؟ لان دايما الخطوبه بتبقى ايه، الجانب الوردي للاسف. انا اقول ايه للشباب اللي بادئين حياه جديده؟ ما تاخدوش الخطوبه على انها جانب وردي بس، وخدوا الامور ان انتوا تكتشفوا نفسكم الاول وبعدين تكتشفوا بعض، صح كده؟ طيب انا ازاي اكتشف فتره الخطوبه البنت اللي معايا؟ الطرفين بقى، مش البنت بس. اوكي، يعني بين الطرفين. ما بين الطرفين انا بقول فتره الخطوبه ما نفوتش فوته، اوكي. يعني احنا فتره الخطوبه بنعدي كتير، يعني بيجي الشاب مثلا يجي كتير قوي يقول ايه، اصل عيبي ان انا عصبي، اصل عيبي ان انا غيور جدا وانا مش متحمل ان انا افضل معاكي بالوضع ده. لا، ما هتتحملي غيرتي مثلا؟ إيه يعني حته غيور جدا دي، ده انا بشوف حاجات ليها العجب بقى، ده انا بغير عليكي من باباكي ومن اخوكي ومن مش عارف ايه، لا ده اوفر. وما ترديش على التليفون وحاجات غريبه كده. بالظبط كده. وفي مثلا اللي هي حته ايه، انا عيبي ان انا عصبي. اوكي، ازاي اتعامل يا دكتور مع حاجه زي كده، مع راجل زي ده؟ لا، اول حاجه يعني انا هقول للبنت شوفي سقف العصبيه بتاعته ايه، اوكي. عشان الصفة السلبية وخاصة ان هو قال عليها، يبقى معناها ان هو يعني بيطالبك ان انت تتعاملي معاها وتستحمليها زي ما هي كده، هو مش يعمل كنترول على نفسه. انت بالنسبة لك بقى شوفي سقف العصبية بتاعته ايه، هل هو لما بيتنرفز بيزعق، بيرزع الباب، بيطول في الكلام، بيمد ايده، شوفي اخره ايه في الموضوع ده، وشوفي قدرتك من الاول على التحمل ايه، عشان ما تجيش بعد الجواز تقولي والله ده اهني بكلمه، ده مد ايده عليا، انت كنت عارفه ده من الاول. تيجي مثلا حاجه تانية، لقيتيه مثلا خرجتي معاه، سابك انت اللي تدفعي، قبل منك فلوس، اوكي، اعرفي ان ده بعد كده هياخد منك مرتبك، اكيد ده عادي. في مواقف الحياه العاديه شوفي انفعالاته ايه ولغايه فين وتصرفاته ازاي، واحكمي عليها بعين فيها بصيره مش بعين فيها غشاوه، لان فتره الخطوبه دي هي فتره اختبار. يعني تحاول تخرج بره الدايره شويه وتبص للامور يعني ايه من من جانب. والشاب برضو مع البنت نفس الحال، يعني لو البنت برضو عصبيه بزياده، داخله خارجه مثلا تتخانق مع كل حد يقابلها، اشاره مرور مثلا مش عارف ايه، لقاها عصبيه بزياده، بتنفعل، بتزعق للعربيات اللي جنبها، يلاحظ تصرفاتها. بالظبط كده، لان هي دي هتبقى شخصيتها في النهايه، هي علاقه تكامليه بين الرجل والمراه. طب خليني اسال حضرتك الدكتور غاده، هل في صفات للرجل بتفرقوا عن صفات المراه؟ كتير. طيب ممكن نوضح بقى؟ يعني زي ما ربنا بيقول وليس الذكر كالانثى، اكيد الصفات النفسيه بتاعت الراجل غير الست، يعني زي ما احنا من بره كده شكلنا مختلف، هو عنده عضلات، عنده شعر في جسمه، عنده البنيه الجسميه بتاعته مختلفه، ترتيب الجيني والشكل العام للجسم، صوته، كل حاجه فيه مختلفه عني، فبرضه احنا من جوه التركيبه النفسيه بتاعتنا انا وهو مختلفين تماما. وده اللي بيعمل مشكله على فكره في التعامل ما بين الاثنين. يعني احنا مثلا لو جينا للكلام،
مش بس احنا من بره كده صوتي غير صوت، هو صوته خشن شوية. أكيد. طيب وبالنسبة لطريقة الكلام، تلاقي الراجل كلامه قليل مش كتير، أو معظمهم احنا بنتكلم يعني على الأغلب كلامه قليل، بتلاقيه كلامه بيدخل في الموضوع على طول، ما بيدخلش في التفاصيل وما بيدخلش حوالين الموضوع. كمان هي بتحب تتكلم كتير وبتحب ان هو يسمعها، وبتعتبر ان هو يسمعها كتير ده هو كده مهتم بيا. فالمفروض ان هي تكون فاهمه الفروق النفسيه عشان ما تجيش تكلمه في وقت غلط، ما تجيش تدخل بيه في تفاصيل وتشعبات يحس ان هو تاه منها، فتقول ان هو كده مش متفاعل معايا، مش حاسس بيا، مش مهتم بيا. كمان مثلا طريقه الكلام، اسلوب الكلام، الراجل لما يبقى متضايق ساعات، مثلا هي الست لما تبقى متضايقه تحب ايه؟ تتكلم، تفضفض، يسمع لها. طيب هو لما بيبقى متضايق عايز يقعد لوحده، عايز يسكت. تعرفي يا دكتور، حضرتك لفت انتباهي جدا لحاجه في غايه الاهميه، ان مجال حضرتك او تخصصك ده هو يعتبر بمثابه توعيه تثقيفيه للرجل والمراه. ليه؟ من سياق كلام حضرتك خاتيني نقطه مهمه جدا، انت بتحبي تتكلمي كتير بطبعك كست او كسيده او كبنت، هو قليل الكلام. تقول لك لا ما هو بيقعد مع اصحابه في الكافيهات وهنا وهنا ومش بيبطل كلام. طيب احنا ليه ما نحتاجش ان احنا نقف وقفه كده مع بعضنا ونقول ايه؟ نقول انت من البدايه ومن تجارب اللي حواليكي كلها عارفه ان الرجل مواصفاته ان هو لما بيدخل بيته قليل الكلام، حتى لو هو بيتكلم بره كتير. لما تكوني محتاجه تطلبي حاجه منه ما تجيش هو تحت ستريس وتطلبي، لان طلبك هيكون مرفوض. يبقى احنا هنا بنقول يا دكتور، بنقول ان احنا محتاجين كل بنت تبقى فاهمه، يعني تفهم مثلا من كلام حضرتك او من اللي بيحصل حواليها، ان انا ازاي اتعامل مع الراجل اللي قدامي. انا ما ينفعش اقول انا مواصفاتي كده ومواصفاته كده واحنا مش متفقين. لا، ما هو ما ينفعش، لازم كل واحد يقف قدام نفسه شويه ويبص للتاني، بس يبص نظره ما بعدية او وايد فيجن مثلا، يعني عارف ايه اللي بيحصل. انما كل بنت داخله زي ما حضرتك ذكرتي في الاول فرحانه بالنيش وبحاجه الجهاز والكلام الغريب ده كله، وناسيه لب الموضوع او جوهر الموضوع، ان انا ازاي اعرف افهم الراجل اللي قدامي واشوف انا هقدر اتعامل معاه بالفعل ولا لا. طب لو انا مش يعني لو انا مش قادره، طب ايه المانع ان حضرتك قبل الجواز تروحي تزوري مثلا استشاري علاقات اسريه وتقعدي تتكلمي معاها وتتناقشي معاها في موضوع مثلا زي موضوع خطوبتك مع خطيبك او العكس موضوعك مع خطيبتك؟ ايه المانع ان يكون في حد يقدر يرشدنا للطريق الصح؟ انما العفويه اللي بتبقى بين اي اتنين مرتبطين ببعض دي انا مش شايفه ليها اي مبرر، غير ان هم بيحاولوا يقضوا ايام عشان الخطوبه تخلص ويلا احنا هنتجوز. ده في حد ذاته كارثه بجد. فارجو من حضراتكم لو بتتابعونا، استاذه زي دكتور غاده وغيرها كتير من الاستشاريين العلاقات الاسريه، ربنا اداهم من العلم ما يكفي. ايه المانع ان احنا نبدا نسترشد في طريقنا لحاجه زي كده؟ ايه المانع ان احنا نلجا ليهم لحاجه زي كده؟ فبالتالي احنا النهارده يعني في قناه الصحه والجمال قدرنا ان احنا يعني الاستاذه طبعا الدكتوره تتفضل بدعوتنا الكريمه وتيجي علشان نوضح لكتير بيتابعونا دلوقتي. فارجو من حضرتك ومن حضرتك ان انتم تشوفوا في عين الاعتبار نص الكوبايه المليان مش الفاضي. يعني بلاش الحاجات اللي هي ملهاش اي قيمه بعد الجواز، خلينا في الامور اللي حقيقي ليها قيمه. فانا طبعا بحيي حضرتك جدا على الجمله دي، لانه والله انت يعني انتبهت ليها جدا، ويا ريت الناس بجد تفهم حاجه زي كده. مش حد عنده ثقافه فعلا. وفي حاجه مهمه جدا يعني برضو انت فتحتيها لي بالكلام الجميل بتاعك، اتفضلي. انت قلتي مهم جدا ان هم يروحوا لاستشاري علاقات او لحد متخصص. طبعا يا فندم، في نوع من الناس انا عايزه اقول ما عندهاش الثقافه دي، لازم يروح. مين النوع من الناس ده بقى؟ الناس اللي اساسا في بيتهم خلافات زوجيه، يعني بمعنى الاب والام عندهم خلافات، او الشاب طالع من بيت الاب والام اصلا عندهم خلافات، او البيت فيه نوع من الاضطراب، يبقى هم اكتسبوا الاضطراب ده وهيتحول بعد كده. مش مساله بس اكتسبوا، كل واحد مننا هو مش وليد اللحظه اللي انا قاعده معاكي فيها دي، لا ده كان فيه نشاه، كان فيه طفوله، كان فيه مراهقه، كان فيه تاريخ. فكل ده متراكم عنده، فمديله ثقافه، مديله فكر، اسلوب تفكير، قناعات معينه، طريقه لحل المشكلات، طريقه لمواجهتها، طريقه للاختيار اصلا. يعني معظم الناس اللي هم بنقول اصحاب الاختيارات الخطا او اصحاب الاختيار الفاشل دول اصلا بيبقوا طالعين من بيوت
البيوت دي فيها اضطرابات ومشاكل اسريه. اسمحي لي يا دكتور بقى، يعني بمناسبه يعني عفوا لقطع كلامك، لكن انت اثرتي نقطه مهمه. انا موجوده في اسره وليكن والدتي هي المتسلطه والمتحكمه على والدي، فبالتالي انا داخله حياه جديده. اكيد اتليست على طول ان البنت نفسها هتبدا تمارس اللي والدتها كانت بتعمله مع مين؟ مع زوجها. هنا الحل ايه؟ لا، هو ممكن يحصل حاجه تانية اللي هي ان هي تشوف البيت بتاعها ده مضطرب، وان والدتها كانت مسيطره ومتسلطه، فتحاول ان هي تكون حاجه تانية، عشان انا عايزه اعيش وانا عايزه اكون اسره ومش عايزه اكون في الوضع اللي كانت فيه والدتي، فعايزه اكون افضل شويه. فتبتدي ان هي تختار واحد تقدري تقولي ينفع يكون بيسمع الكلام، اوكي؟ فاللي هو بتختار الشخصيه اللي بنقول عليها شخصيه اعتماديه، تمام؟ اوكي. ولو الشخصيه اللي قدامها شخصيه برضو مش اعتماديه، عنده استعداد يعمل حاجه، بتحاول ان هي تقدم له كتير. فدي بتبقى الست اللي بتلاقيها ايه، مهتمه بالنظافه بدرجه زياده، اوكي، معطاءه بزياده، مهتمه بيه جدا جدا، بتحل له مشاكله اللي ليها فيها واللي ملهاش فيها، انا بحل لك كل مشاكلك، وحاسه بالذنب ناحيته وان هي مسؤوله عنه، فبتتعامل معاه كأم. وهو بيجي بيلاقي يعني زي ما بيقولوا كده ايه، كل قفل وليه مفتاحه. صحيح. هو بيلاقي نفسه مرتاح والشخصيه دي عامله وعامله، فايتس اوكي، دي اضافه بالنسبه لي. بس بعد فتره بتغلب الفطره بتاعه الانسان، ان احنا زي ما كنا بنقول في الاول ايه، في فرق ما بين الراجل والست. اكيد. طب الفطره بتاعه الراجل ان اوريدي ان هو عنده قوامه، ربنا خلقه بالقوامه. صحيح. القوامه دي مش صفات خارجيه، القوامه دي بذره جواه في نفسه، حابب يحس ان هو في احتياج لي، ان هو صاحب قرار، ان هو ليه كلمه، فبيلاقي ده مش موجود وهي بتعمل كل حاجه. كلكم راع ومسؤول عن رعيتي، يعني ربنا اللي قال ان الرجل هو الراعي المسؤول عن رعيه بيته كلها. هي دخلت شالت الدورين، اوكي، وهو كده مفيش تكافؤ يا دكتور. وقعدت هي في الوضع ده 10 12 سنه، بعد هو كده تأقلم على كده، تأقلم على كده. بيحصل بعد كده ان ده بيعمل اللي هو يخليه يبص بره، بيدور بطبيعته انا عايز واحده تحسسني ان هي محتاجه لي، اوكي. فبتيجي الست من ضمن المشاكل الكتير اللي بتجيلنا، والله ده انا قدمت وضحيت وعملت وبعد ده كله ما عجبوش. دكتور انا بحييكي جدا جدا والله العظيم يا جماعه، بجد بمنتهى الامانه انا بحييها على النقطه دي، لان بالفعل لو كل رجل دور جوه نفسه هيعرف ان هو بالفعل عايز يكون هو اللي هو الراجل الحقيقي، هو اللي انا عايز زوجتي تحتاجني لانه انا الراجل، دي طبيعه فطريه. وطبيعه الست هايله جدا يا دكتور والله. النقطه على فكره ان هي برضو بتحتاج اساسي في الراجل ان هو يكون سند وداعم ليها. يبقى هو الراجل الصح يا اساتذه يا مشاهدين ومتابعين، الراجل الصح هو بجد اللي فعلا حابب انه يشيل المسؤوليه عشان يكون سند زي ما الدكتور ذكرت لزوجته او لرعيته كلها بشكل عام. تمام يا دكتور، تمام. طيب خليني يعني اقول لحضرتك، اوكي، معانا الاول اتصال تليفوني بالاستاذه ياسمين من المنصوره. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. لو سمحتي انا كان عندي سؤالين دكتوره. اتفضلي دكتوره معاكي. هو ازيك يا دكتوره، كل سنه حضرتك طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، اهلا بيكي. ربنا يخليكي. دلوقتي انا عاوزه اعرف ازاي اتعامل مع الزوج الانطوائي. الايه؟ لا سوري استاذه ياسمين، الانطوائي؟ ايوه، اللي هو مع الناس مجتمع خالص اجتماعي جدا، وفي البيت انطوائي مش عارف يتكلم. اقول لحضرتك ازاي، اللي هو بيعمل حواجز وحدود. تمام، في حاجه تانية يا فندم، في سؤال تاني؟ لا هو يعني هو كل سؤالي على اللي انا بقوله لحضرتك ده. اوكي يا فندم، حكي. طب هو كان انطوائي من يوم ما اتجوزته ولا بعد فتره بقى انطوائي؟ لا من يوم ما اتجوزنا، انا بعمل كل اللي حضرتك كنت بتقولي عليه ده بالظبط، بس المشاكل بتزيد بتكتر. اشاركه في مشاكل، ما شاركوش في مشاكل، مش عارفه يعني عامل كان في حاجز، في سور بيحاول يبني، كل ما نقلله يبني. طيب في حاجه تانية يا فندم؟ لا ماشي، شكرا. اشكرك، الدكتوره هترد على حضرتك. شكرا لاتصالك استاذه ياسمين. طبعا هو الرد على الاستاذه ياسمين مش بالسهوله بمكان، ليه؟ لان بالزبط. احنا لما بتيجي يعني انت عندك في القانون العلاقه بين الراجل والست بنقول عليها ايه؟ احوال شخصيه. بالزبط. بمعنى كلمه احوال شخصيه
ان في كل اتنين مع بعض في بينهم اختلاف عن اتنين تانيين، عن زوجين تانيين. مستحيل تسمعي من طرف واحد يعني. مش بس كده، يعني هي دلوقتي ايه، لما بيجي لنا حد بمشكله بيجي لك بالمشكله شكلها الاخير. يمكن انا سالتها طب هو من يوم ما جابتش البدايات بالظبط، هو هل يعني هو مثلا من يوم ما اتجوز هو كده، دي طبيعته؟ لو دي طبيعته ممكن ان هي بسلوكها وبمعاملتها معاه تحاول تغير منه شويه. اول حاجه هي ما تقومش بالدورين، يعني ما تشيلش دوره، عنده مشاكل هو يحلها، وهي تدعمه نفسيا، تسنده. اوكي، يعني ما تحبطوش. هي بتقول ان هي كل ما بتحاول يعني تكسر السور اللي بينها وبينه هو بيحاول يعلي فيه على اساس يبقى فيه زي فجوه كده بينهم اكتر. يعني هو اجتماعي جدا مع الناس بره، بس معاه في البيت انطوائي. وكمان بتقول ان هو من البدايه وهو معاها كده. لا، هي دي ما اسمهاش انطوائي، اصل الانطوائي ده بيبقى انطوائي جوه وبره. بالظبط كده، الشخصيه الانطوائيه في الفعل بتبقى بره وجوه. لكن هو هنا هو يعني حته الصمت الزوجي، يعني كون ان هو بيتكلم بره وما بيتكلمش جوه، ده اللي بيتقال عليها كده الصمت الزوجي. معظم الازواج كده يا دكتور، يعني معظم الرجاله بيبقوا كلامهم قليل زي ما ذكرتي حضرتك في البدايه، كلامهم قليل في البيت مش زي بره خالص يعني. ما هو احنا اتكلمنا على طبيعه الراجل وطريقه كلامه. طب الراجل بيحب يتكلم في ايه؟ اوكي، في ايه؟ حلو يعني. طب يا ريت هي تسمعنا وتستفيد. طيب، من حاجه زي كده. بيحب يتكلم في السياسه، في نشره الاخبار، في الكوره. اوكي، يعني عندي في كده كم موضوع، هو ما عندوش مواضيع كتير على فكره، هو مش متعدد، يعني هو كم حاجه كده صغيرين بيتكلم فيهم. هي لو عندها حاجه مهمه المفروض تبقى عامله زي الموجز ونشره الاخبار، تقول الموجز الاول بحيث ان هي تحسم الموضوع المهم اللي عندها. طيب، والكلام التاني بقى اللي هو انا عايزه افضفض، عايزه اتكلم. الحشوات الكتيره اللي جوه دي بقى نسيبها لبعدين. الحشوات الكتيره حطي اضاءه النور الاول. بالظبط، ده لو انت عندك موضوع مهم عايزه تاخدي فيه قرار او عايزه يقول لك فيه رد. لكن لو احنا عايزين نرغي. اسمحي لي بس، اتصال تليفوني الاستاذه اسراء من المنوفيه، الخط فصل، نرجع نحاول نتصل مره ثانيه. اوكي دكتور. طيب، لكن لو احنا عايزين نتكلم مع بعض نوع من الالفه والموده. أوكي. اوكي، يبقى لازم اخلي جو البيت حلو. يعني مش اول ما يدخل بقى مثلا هو كل واحد في حاجات بتضايقه. انا ابقى عارفه ان ده لو صحيته من النوم هيتضايق، لو نورت النور عليه وهو نايم هيتضايق، ايه الحاجات اللي هو دايما بيعترض عليها. خلي القعده حلوه، يعني انت لو رحتي عند واحده صاحبتك وقعدتي قعده حلوه هتحبي تكرريها تاني. صحيح. لكن لو رحتي لقيتي القعده قافله او اتمه او مثلا على طول مشاكل، الولد ده عمل ده، ما بيسمعش الكلام ده، ما بيذاكرش، احنا عايزين كذا، انت ايه اللي خلاك تعمل كذا، انت كنت تقول له مش عارف ايه. صحيح. هيلاقي نقد، هيلاقي هجوم، هيلاقي طلبات، هيلاقي ضغط كتير. طبعا هيكون الصمت الزوجي ده مش انطواء، ده صمت، وده نوع من الهروب. اسمحي لي يا دكتوره، معانا اتصال تليفوني الاستاذه ايمان من القاهره. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه ايمان اتفضلي. انا الزوج على طول دايما، يعني انا لو قلت اي طلب لازم يبقى العكس عنده، حتى لو بالراحه او حتى لو بالمزايده برضه. كل طلب بتطلبيه بالعكس؟ هو لازم يعمل العكس، يمشي بالعكس، يعني عكس تفكيرك. ايوه. اوكي، ده من البدايه برضو يا فندم، من بدايه الجواز. اوكي، شكرا لاتصالك. الدكتوره ترد على حضرتك. الموضوع ده بيعتمد على الطريقه اللي اتقالت بيها الكلام. بمعنى ان الراجل بطبيعته بيحب يكون صاحب قرار. أوكي. اكيد. فانا لما اجي اطلب منه طلب مش امر. اوكي، وحاطه له يعمله ازاي، او انا عايزه ايه دايركت كده، ممكن ان هو لو راجل عنيد او اسلوبي مش عاجبه او هو متنشن شويه هياخد الموضوع ده ذريعه ويقول لا عليه زي ما هي بتقول كده في كل حاجه. اختيار التوقيت برضو يا دكتوره مهم. فاختيار التوقيت مهم، وطريقه الكلام اهم. طبعا. يعني بمعنى ايه رايك لو عملنا كذا او كذا، شوف انت مشوره يعني. اوكي. فهي لما تحسسه ان هو صاحب قرار، صاحب وان رأيه. هو اللي هيقول او لا، هو ممكن يميل للحاجه اللي هي عايزاها. صحيح. فهي المشكله هنا في طريقة الكلام اللي تناسب الشخص ده. صحيح يا دكتور. طيب، يعني نتمنى نكون استفادنا من حاجة زي كده. خليني يا دكتور أسأل حضرتك، شهر رمضان الكريم معدى على خير، يا رب كده يكون حسن الختام، ويعني ربنا يعني تقبل صالح الأعمال للناس كلها إن شاء الله. نمط الحياة ما قبل رمضان وفي رمضان. طب اتصال تليفوني تاني، اسمحي لي. أستاذ حسام من طنطا. الو،
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أستاذ حسام. معلش يا فندم نرفع صوت شوية ممكن؟ أستاذ حسام؟ طيب نرجع للاتصال مرة تانية. دكتور، شهر رمضان عدى علينا كلنا طبعا، يعني نمط الحياة اختلف تماما. ازاي كل أسرة مصرية أو كل أسرة عربية تبتدي ترجع تاني نمط الحياة داخل الأسرة المصرية، سواء بقى في التعامل مع الأولاد، فكرة النوم المتأخر، ترتيب النوم، فترة السحور، ازاي الأم والأب يتكيفوا مع الوضع ده ويأهلوا أولادهم لحاجة زي كده؟ والله هو شهر رمضان نفسه علمنا حاجة، علمنا إيه؟ إن إحنا في خلال يمكن 21 يوم من الشهر، أقل من الشهر، بنكون غيرنا عادتنا اللي احنا اتعودنا عليها سنه كامله. يعني احنا سنه صحيح. كامله كنا بنصحى في وقت وننام في وقت، كنا صحيح. بنفطر ونتغدى ونتعشى صحيح. كان يعني روتين الحياه ليه شكل معين. جينا في شهر رمضان في اسبوعين ثلاثه غيرنا الروتين ده اللي كنا متعودين عليه سنه. فبالتالي برضو ان احنا بعد شهر رمضان نقدر ان احنا نغير ده، تقريبا لو نظمنا ثلاث حاجات. يعني لو نظمنا مواعيد نومنا، مواعيد اكلنا، مواعيد صلاتنا، خلاص كده كده بقيت اليوم هيمشي عادي. اسمحي لي باتصال تليفوني، معايا على الهاتف الاستاذه مايم البحيره. الو. الو استاذه مايم، اتفضلي يا فندم. من فضلك بس اقفلي التلفزيون عشان تسمعينا كويس. استاذه مايم سامعاني يا فندم كده؟ اقفلي بس التلفزيون لو سمحتي. اتفضلي سؤالك. اتفضلي. حضرتك انا وجوزي مش متفاهمين خالص. مش ايه؟ ما بياخدش برأي خالص. مش متفاهمين وما بياخدش برأيك، اتفضلي. وعصر خلافات وخناق بسبب ولا بسبب. احنا هو في بيني وبين 11 سنة. 11 سنة؟ هو أكبر مني ب 11 سنة. أكبر من حضرتك ب 11 سنة. والخلافات دي من بداية الزواج يا فندم؟ يعني بعد 6 شهور حاجة زي كده. وطلبات ما بتتنفذش خالص، يعني كل ما تطلب منا حاجه لازم نقنعش يعني. ليكي سؤال تاني يا فندم؟ مش عارفه اتعامل معاه ازاي. عايزه اعرف اتعامل معاه ازاي. ما حاولتيش اكتر من مره ان انت تغيري طريقه تعاملك معاه؟ ساعات بغير وبرجع تاني زي الاول، يعني مش عارفه اتعامل معاه ازاي. طب يا فندم الدكتور هترد على حضرتك، اتفضلي. شكرا لاتصالك. طيب هو واضح ان السؤال ده متكرر. بالظبط. هو في احنا عندنا طريقتين، اما ان انا مثلا بتعامل مع الشخص اللي قدامي فبقدر عندي القدره ان انا افهم شخصيته، اوكي، ومن خلال فهمي لشخصيته زي ما بنقول كده كل شخصيه وليها مفتاحها، ان انا هبدا اعرف ده اتعامل معاه او ايه الطريقه اللي اما اتعامل معاه اطلع منه اكتر ايجابيات ممكنه، او بالبلدي كده اخد خيره، ما يعمليش مشاكل، ما تبقاش مشاكلنا كتير مع بعض. او العكس، ان يحصل صدام لو طريقه معاملتي معاه غلط. طيب لو انا مش قادره افهم الشخصيه اللي قدامي، يعني مش واضحه قدامي، انا مش عارفه اوصل لده لوحدي، يبقى لازم ان انا استعين بمتخصص، لان هنا بقت عندي مشكله، ظهرت عندي مشكله زي ما هي بتقول لك ايه، خلافات على طول ومفيش تفاهم ابدا. بالظبط. المتخصص بيعمل ايه؟ بيدرس الحاله زي ما قلنا، احوال شخصيه. بالزبط. بندرس الحاله. طيب انا بشوف نوع شخصيه الست اللي قدامي ونوع شخصيه الراجل اللي قدامي. يعني في شخصيه نرجسيه، سايكوباتيه، اعتماديه. كنت لسه هقول لحضرتك دلوقتي كيفيه التعامل مع الشخصيه النرجسيه يا جماعه، سواء للرجل او للمراه. ده سؤال واحد يا دكتور، بس كملي سؤال حضرتك الاول الاجابه. نوع الشخصيه، الشخص الموسوس، الشخص الشكاك، الشخص كده. فبالتالي ان انا كل شخصيه من دول ليها طريقه في التعامل. هي في شخصيات احنا بنقول شخصيات صعبه، لو انت لسه مخطوبه او لسه على البر يا ريت ان انت ما تاخديهاش اصلا، كنسلي. اوكي. لكن لو حصل ان انت خلاص كنت اتجوزتي وخلفتي وكلام من ده، ففي الحاله دي ان لازم تعرفي ان انت تتعاملي مع الشخصيه اللي قدامك ازاي. وانا هنا لازم يعني هي نفسها تفهم جوزها وتفهم مفاتيحه ايه عشان ما يحصلش صدمات كتير. بالنسبه للسؤال بتاعك بتاع الشخصيه النرجسيه، يعني كيفيه التعامل معاها؟ شوفي انا هديكي نقطتين بس. اسمحي لي يا دكتور بس نوضح لبعض الساده المشاهدين ايه هي اصلا الشخصيه النرجسيه. هو الشخصيه النرجسيه ده لو بيبقى شخص يعني ببساطه كده
زي الطاووس، هو شايف ان هو اللي من حقه كل حاجه وبيفهم في كل حاجه ومش من حقك تعترضي على حاجه، ودايما بيتعامل مع الناس بمستويات، يعني اللي اعلى منه او اللي زيه ما بيقدرش يتخطاه، لكن اللي اقل منه، اقل منه ده ابني مثلا، ده مراتي، ده موظف عندي، ده كده، ده ممكن تبص تلاقيه بيضغط عليه جامد، بيضغط عليه بشتى طرق، يتسلط عليه بالظبط المختلفه. طيب ازاي نتعامل معاك؟ يعني انا كمراه ومعايا رجل نرجسي، ازاي اتعامل والعكس؟ اول حاجه ده ما ينفعش تتصدمي معاه لان هو بيكون عنيف، بس انت لازم تحطي لاين للمعامله. اللاين أوكي. للمعامله ده خلينا نقول عليهم نقطتين. النقطه الاولانيه والله انا بحترمك بس ما بقبلش الاهانه على نفسي، يعني في ستوب، يعني مفيش حاجه اسمها قبلتي الاهانه، اصل المره الجايه هيعرف غلطه مش هيعمل كده تاني، هيكررها ويكررها الى ما لا نهايه، ما تجيش تشتكي. صحيح. الحاجه الثانيه انا بحبك وبقدرك لكن اقدر اعيش من غيرك. اوكي قصه ان انا ما اقدرش اعيش من غيرك ومليش حياه من بعدك وكلام من ده، ده هيدوس عليك اكتر. بالظبط صحيح، والله دي نقطه مهمه جدا. يعني بعض البنات الولهانين قوي ومش يعني بصراحه مش عارفه اقول لك ايه. معانا اتصال تليفوني من الاستاذه اسماء من القاهره. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضلي الدكتور مع حضرتك. ازاي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك. انا متجوزه بقالي سنتين بالظبط ويوميا تقريبا كده في مشاكل بيني وبين جوزي. نوع المشاكل ايه يا فندم؟ اختلاف وجهات نظر؟ في اي حاجه، ودايما بقول له على الحاجات اللي بتضايقني وبيصر برضه يعملها بعد كده. زي ايه؟ اي حاجه بتضايقني مثلا. ايوه، ايه اللي بيضايقك يعني؟ كلام. يعني قولي لي حاجه ضايقتك كده. نعم؟ ايه يعني زي ايه ضايقك؟ ضايقتي من ايه؟ قولي اي موقف من المواقف اللي ضايقتك. يعني مثلا كلمة مثلا معينة يقولها بتضايق منها، تاني مرة مثلا يجي يعملها. طيب حضرتك يعني ليكي رأي معاه؟ يعني لما بتطلبي حاجة بتتنفذ، ليكي كلمة مسموعة معاه ولا لأ؟ أحيانا. طب دي نتيجة كويسة على فكرة، مش وحشة. طيب يعني الاختلاف دلوقتي يا فندم أو الجوهر بينكم إن هو بيعمل عكس اللي أنتي بتطلبيه. تمام، ومش بيسمع لي كلامي، يعني باجي اتكلم معاه مش بحس ان هو متقبل كلامي. لغه الحوار مفتقدينها تقصدي؟ تمام. طيب في سؤال تاني يا فندم؟ لا شكرا. شكرا لاتصالك، دكتور هترد على حضرتك. مهم ان هي تكرر كل حاجه. مهم ان هي ما تتعاملش معاه كأم. اوكي. يعني الام اللي هي دايما ايه، فكر الام ايه، انا حريصه على مصلحه ابني، انا عايزه لك احسن حاجه وعايزه ابعدك عن الحاجات الوحشه، فبالتالي كل شويه اديك اوامر ونواهي، كل شويه اقول لك ده صح وده غلط، كل شويه اقول لك اعمل ده وما تعملش ده، انت ليه عملت كده؟ الطريقه دي مع الراجل اصلا هتخليه يبعد، هتنفره. اوكي، اتعاملي معاه كشريك حياه، وكشريك حياه كمان ما تتسيديش عليه، يعني زي ما قلت لك إيه، لما تبقي عايزه حاجه ايه رايك لو عملنا كذا؟ انا والله اصحابي قالوا لي مثلا، او بنت خالتي قالت لي تعالي نقضي يوم مع بعض، بس انا قلت لا، لما اشوف احمد الاول رايه ايه. يعني اسماء حسسيه بقيمته شويه كرجل يا اسماء في البيت. على فكره مفتاح الراجل في كلمه واحده، إيه التقدير. التقدير يا جماعه، برافو عليك والله يا دكتور، انا مش عارفه احييكي على ايه ولا ايه ولا ايه، بجد من اول الحلقه ابهرتيني بكلامك. دي حقيقه، ان التقدير يعني بنقيس بيه اي علاقه ناجحه يا جماعه، اي علاقه في الدنيا عشان تتبني صح، والدكتور تأيدني في ده، لابد فعلا من التقدير. التقدير ده والاهتمام هو اهم شيء بين اي اتنين على فكره. طيب دكتور هنرجع مع حضرتك، لو المراه بقى نرجسيه ومتسلطه والرجل يا حرام غلبان، واكيد في رجاله سمعاني غلبانه والله. هو طبعا في ستات نرجسيه، بس نتيجه لوضع الزوج والزوجه هو كده كده بيبقى له اليد العليا في البيت. الرجل له اليد العليا. طبعا. اوكي، بس مش دايما يا دكتور، يعني لا. لو احنا معانا سيده نرجسيه ومتسلطه وهو يا حرام يعني رجل هادي وبطبعه هادي، انا شفت نماذج من دي في المجتمع بصراحه. هقول لك على حاجه، الامر والنهي في كل حاجه في الزوجه، هتلاقيه هو من الناحيه الثانيه شخصيه اعتماديه. اوكي. معانا اتصال، اسمحي لي يا دكتور. معانا اتصال تليفوني من استاذه دينا من البحيره. الو، مساء الخير يا فندم، اتفضلي. ازيك يا دكتوره غاده؟
اهلا بيك يا حبيبتي. حضرتك يا دكتوره، انا كنت مخطوبه وكده، وخطيبي بيه لقيته مره واحده يعني طريقته ما بقتش حلوه وتغير، وبيبص لاختي وطريقته ما بقتش كويسه، ولقيته مره واحده قفل المكالمه وقال لي ما تكلمنيش عليا تاني، نهى الموضوع على كده. في سؤال تاني يا فندم؟ لا شكرا. اتفضلي الدكتوره هترد على حضرتك، وشكرا لاتصالك. والله شوفي، العهد على الراوي، انا هاخد الكلام اللي هي قالته بالظبط. اوكي، هو هي بتقول ظهر ان هو مش كويس، اوكي اوكي، وقفل السكه وقال لها ما ترنيش عليا تاني، وده خطيبها. اوكي، طيب بما انه يا بنتي ظهر ان هو مش كويس وهو اللي نهى من عنده، اراد الله ان يخفف عنكم، يعني انت زعلانه ليه؟ ده مؤشر كبير من ربنا ليكي، يعني احنا نقول الحمد لله على ربنا كاتبه، يعني حاجه ما تزعلش. انا دايما بقول ايه، مثلا البنات نوعين. بنت مثلا لما بيحصل لها موقف زي اللي هي قالته ده، بتبتدي ان هي تكون زعلانه، وانا ليه حصل معايا كده، وانا كنت عايزه اكمل، يعني وشمعنا انا، وممكن تدخل في جلد الذات، طب انا اللي زعلته، طب يا ريتني كنت عملت كذا، حاجات من دي. وفي واحده تانية ممكن يكون عندها رضا واقعيه، اوكي، ان وده صح، اتس اوكي، كويس ان ده حصل، هو كان انسان مش كويس واحنا ما فيش بيننا توافق. وهو على فكره، خدي في الاعتبار يا دكتور، اسمحي لي، معانا اتصال تليفوني الاستاذه امل من القاهره، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. الو الو، اتفضلي يا فندم، مع حضرتك الدكتوره. ازي حضرتك؟ اكيد. ازيك يا دكتور، عامله ايه؟ الحمد لله رب العالمين. دايما يا رب كل سنه وحضرتك طيبين. اكيد. وحضرتك بألف صحة وسلامة يا فندم، اتفضلي بسؤالك. بصي يا دكتور، أنا دلوقتي في مشاكل بيني وبين جوزي، المشاكل دي بقى لها 4 سنين، كنت متقضية عن حاجات كتير قوي كانت بتحصل، اللي هي تعتبر في أقرب حقوقي، كان عدم اهتمام، كان عدم خوف، كان عدم محتوية، كان حاجات كتيرة قوي. تمام، دلوقتي احنا وصلنا لحالة الانفصال. تمام، هو كلامي كله تهديد، إن هو اللي انت عايزاه اعمليه، انا مش هطلع، انا معايا ابن عم 3 سنين وهمفروض ان انا احمل، انا ماليش دعوه بالاولاد، انا ماليش دعوه باي حاجه، انت اللي اخترتي وانت اللي طلبتي الطلاق، فانت شيلي وتحملي. طب احنا لو رجعنا لبعض او اتغيرنا او بدانا صفحه جديده، انت عايز ايه؟ مع اني قعدت القعده دي، يعني عملنا القعده دي كتير قوي، وكل مره كل واحد بيقول اللي عنده وايه المشاكل اللي عنده. اللي هو انت خلاص مش تعملي كده، او انا حابب كده، او انا عايز كده، وبيرجع تاني هي المشاكل هي اللي بتحصل. طب الحل ايه؟ الانفصال هيبقى حل للاطفال، ولا اللي هو انا اخد تجربه ثانيه؟ طب في سؤال ثاني يا فندم؟ لا شكرا، اشكرك لاتصالك، والدكتور ترد على حضرتك. دكتور اسمحي لي قبل ما تجاوبي على المتصلة الفاضلة، سؤال في غاية الأهمية، وأنا بعتبره النهاردة هو أهم سؤال في الحلقة يا جماعة. اختلاف بين الرجل والمرأة، بين الزوج والزوجة، أيا كان مدى الاختلاف، احنا مش قادرين نكمل مع بعض، هنا بنقدر نقيس ان احنا هناخد قرار ان احنا هننفصل؟ بنحط الأطفال في عين الاعتبار، ولا ما بنفكرش في الأطفال وخلاص، هو العلاقة كده كده مش ناجحة، فأتلست احنا خلاص منفصلين؟ هنا بقى بنحط اعتبار الاطفال، ولا بنبص لها ازاي؟ نظرتنا ايه؟ خلينا نبص الاول لنقطه الخلاف. اوكي اوكي، خلينا نقول الجواز اصلا اتجوزنا ليه؟ اتجوزنا تلبيه لاحتياجات نفسيه عندنا احنا الاثنين لتسكنوا اليها. أكيد. ان الجواز ده بيعمل نوع من الاتزان النفسي والوجداني، بيريح الطرفين. اوكي اوكي، الراجل بيحس برجولته جنب ست، والست بتحس بانوثتها جنب الراجل. الراجل بيحب يطلع القوامة اللي جواه ويحس بالاحتياج ليه، والست بتحب راجل يكون جنبها تتسند عليه، فده أوكي. احنا كده اهو بنكمل بعض. طيب. عشان نوصل للمفهوم ده، كل واحد مننا كست وكراجل ليه احتياجات. اوكي، الاحتياجات بتاعتي لو ما كانتش مشبعة او ما كانتش ملباة، هيحصل عندي نوع من الاضطراب. أوكي. زي العطشان، زي اللي جعان، زي كده. أكيد. طب ايه هي احتياجات الراجل؟ انا لسه قايلة التقدير مفتاحه. اول احتياج للراجل التقدير، التقدير عكسه النقد والزعيق ومش عارف لوية البوز والاعتراض على كل حاجة. المتصلة بتقول ان هي 4 سنين زواج، يعني كل حقوقها تخلت عنها، يعني من الاخر كانت عاملة نفسها سجادة على الارض له، وفي طيب. النهاية لما وصلوا لنقطة الخلاف، هي قعدت وحطت اوراقها على الترابيزة قدامه وبدأوا يتناقشوا، بس ما وصلوش لحل.
هي دلوقتي حاطه مشكله الاطفال في النص. طيب هي انا خليني اقول ان احتياجات الراجل اوكي حاجه بسيطه، ثلاث حاجات اتفضلي. إيه التقدير، الثقه، ما تتعامليش معاه بشك، ما تقعديش تفتشي في موبايله وتلفي وراه ومش عارف ايه والكلام ده، ادي له ثقه اوكي. وقدريه، حاسين ان هو يستاهل، حاسين ان هو غالي عندك. القبول، القبول ان انت ما تفضليش تعترضي على الصغيره والكبيره وتعيبي على الصغيره والكبيره وايه اللي انت لابسه ده وايه اللي انت بتقوله ده. تقبلي الاخر بالظبط. ده مهم ان انت تدي له ده. بالنسبه للست ليها احتياجات تانية، الاهتمام، هي عايزه حد يهتم بيها، الرعايه، حد يشوف طلباتها وطلباتها النفسيه قبل طلباتها الماديه. الامان، الامان مهم جدا للست، فالراجل اللي بيهدد كتير واللي روحي زي ما هي بتقول لك كده بيقول لها روحي شوفي انت هتعملي ايه، هاتي اخرك اعملي اللي انت عايزاه. طب دكتور وصلنا لاخرنا وفي اطفال، اهلي طيب. مثلا قالوا لي طب عشان اولادك استحملي، يعني خليكي سجاده تاني اربع سنين قدام وعشرة عشان الاولاد، ننصحها ازاي؟ والله الاولاد اللي بينشأوا في اسره بالشكل ده اوكي دول اكتر اولاد بيطلعوا مضطربين. برافو عليك يا دكتور، ده اللي انا عايزه اوضحه للمشاهدين. بس في حاجه فضل. عايزه اقولها لها، هي طالما اتصلت وبتسال اتطلق ولا لا واعمل ايه، يبقى هي لسه عندها حلول، يبقى مش لسه ده، يبقى ده مش وقت الطلاق. واستخير ربنا يعني طالما ان هي لسه ما خدتش قرارها بينها وبين نفسها وعايزه حد يقول لها، يبقى لسه في محاولات تانية، حاولي تستعيني بحد متخصص يساعدك في الموضوع ده. اللي احنا بنقوله يا دكتور ان يعني الناس المتخصصه اللي عندها دراسه وعلم وملمه بكل الامور دي، مفيش مانع ابدا اننا نلجا اليهم، زي ما بنلجا لدكتور الاسنان، دكتور القلب، دكتور البطنه، ايا كان. مفيش يا جماعه اهم ولا اغلى من حياتنا الاسريه. المساله دي عامل نفسي اكتر من انها مجرد عضو بنشتكي منه. يعني الاستشاري العلاقات الاسريه ده من اهم التخصصات اللي موجوده دلوقتي على الساحه. يعني عايزه اضيف لك حاجه صغيره بقى، ان الموضوع ان احنا نستشير متخصص ده فعلا في الظروف اللي احنا فيها وفي الوقت الحالي ده مهم جدا. احنا بالاستشاره دي احنا بنشتري حياه. عارفه كلمه بنشتري حياه بالمعنى ده؟ لان الانسان لو غير سعيد في حياته الاسريه، يعني 99% من تعاسة الإنسان متوقفة على حياته الأسرية. لو عنده شغل ناجح، لو عنده فلوس، لو عنده أي حاجة، مش مبسوط في بيته مش هيحس بطعمه. الحقيقة دكتورة الكلام مع حضرتك والله بجد يعني ما بيخلصش، وأنا ما حسيتش إطلاقا بالوقت. مخرجنا الجميل بيقول لي الحلقة كده بتنتهي وهنختم، لكن خليني أشكر حضرتك بشكل خاص وعلى قناة الصحة والجمال لأن حضرتك إضافة ليا النهاردة في الحلقة. يا رب نكون قدرنا نوصل للسادة المتصلين بعض الإجابات اللي ممكن تريحهم. ويا جماعة يعني السادة المشاهدين والمتصلين، كلمة واحدة الدكتور حطتها فيصل في الحلقة كلها، التقدير. التقدير مش بس للرجل، للرجل والمرأة. نجاح أي علاقة بنقيسها بالتقدير وبالاهتمام. مظبوط دكتورة؟ مظبوط. الحقيقة بشكرك جدا الدكتور غادة مظلوم الكاتبة والاستشاري العلاقات الأسرية والخبير التربوي لوجودك معايا النهاردة. كل الشكر لحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. وانتوا بألف خير. مشاهدينا الكرام مرة أخيرة لحضراتكم، مفيش مانع أبدا من أننا نقدر نتولى أمورنا ونفكر بنفسنا ونكتشف نفسنا من جديد قبل ما نكتشف اللي قدامنا. مفيش مانع أبدا أننا نفكر بشكل موضوعي وعقل، مش دبلة وخطوبة وحاجات ملهاش معنى. والأمور الجوهرية لسه ما زالت موجودة. دوري جوه نفسك، دور جوه نفسك، إلجأ لمتخصص يقدر يفيدك. مش عيب أبدا ومش حاجة غلط ولا مهينة ولا معيبة، بالعكس هي إضافة جديدة لحياة لسه هتبتديها. أما طبعا الأزواج اللي تزوجوا نفس الشيء، مش مانع برضو أن أنت اتجوزت خلاص الموضوع عدى الخطر، بالعكس. أي متصل اتصلت عندها مشكلة تفضلي ارجعي للاستشاري متخصص. شكرا لقناه الصحه والجمال لطرح هذا الموضوع المهم جدا. شكرا وكل الشكر للاستاذ جمال عبد العظيم واستاذ حمدي مدير الاعداد. كل الشكر لكل ما وراء الكاميرات. اشكركم مشاهدينا كل سنه وكل لحظه وحضراتكم بخير. دمتم في امان الله. الى اللقاء.